وأنا شخصيا يعني إذا جلست في مجلس فيه كبار القوم كده بكون فعلا حابب أسمع منهم قصة أكتوبر، لأنه أنا جهدت جهدا شديدا علشان أكون هذه القصة في دماغي. يعني إحنا كنا بندرسها في المدارس وبنسمعها في الأغاني ونشوف الطريق إلى إيلات مثلا ويعني بعض هذه الأفلام، لكن مع ذلك تظل مش فاهم فين القصة. وحتى الناس المعترضين على السادات، طب هم معترضين عليه ليه طالما يعني طالما جاب انتصار، طالما الموضوع منتصر؟ لغايه ما انا فاكر مره كنت مع احد اقاربي ممن اصيب في حرب 67، فبيقول لي انت متخيل حرب اكتوبر دي كانت حاجه عظيمه، يعني احنا ما حررناش غير 10 كيلو بس. فكانت بالنسبه لي صدمه مرعبه، اللي هو ما حررناش من سيناء غير 10 كيلو، اللي احنا بندرس في المدارس انها 6% من مساحه مصر. صحيح. في الاخر يعني بعدين بقى بعد الجهد في القراءه والمذكرات، فمن الاشياء اللي لفتت نظري انه قاده حرب اكتوبر وهم يكتبون مذكراتهم لا يتحدثون عن انها نصر، وانما يتحدثون عن اخفاق ضخم ومشاكل كبيره، لكن لا يجرؤون على التصريح بمن هو المخفق. طبعا ما كانتش مذكرات سعد الشاذلي نشرت ايامها، سعد الشاذلي مذكراته نشرت فيما بعد، يعني شفناها بعد ما كانت تكونت بعض أجزاء من الصورة. ففي الواقع يعني أرى أنه من واجب الأجيال التي سبقتنا سنا أنها تعيد علينا دائما هذه القصة، وإزاي أنه يعني تدمير سلاح الطيران جعلنا مكشوفين جوا وبرا وبحرا، أنه حتى رغم أن القوات المصرية كانت متفوقة بحريا، لكن الإسرائيليين كانوا بيستطيعوا ضرب القوات البحرية المصرية في البحر الأحمر حتى وهي راسية في موانئها، بسبب انه ده عنده غطاء جوي وده ما عندهوش غطاء جوي، وانه قصة الحرب كلها وفلسفة الحرب كلها بنيت على اساس كيف نتصرف بالدفاع الجوي البسيط اللي عندنا، اللي هو ما يغطيش الا 10 كيلو شرق القناة. ويعني اول ما فلسفة الخطة دي ضربت بقرار السادات تطوير الهجوم انتكست الحالة وعدنا ادراجنا، بل اكثر من ادراجنا. يعني الحقيقة لحظات وقف إطلاق النار الإسرائيليين كانوا فيها على بعد 30 كيلو من دمشق، ومحاصرين السويس على بعد مش عارف كم كيلو من القاهرة، 101 يسموها الخيمة 101 محادثات الكيلو 101 كيلو. أصر الصهاينة يعملوها عند النقطة دي للتاريخ برضو ممتاز ذكاء، يعني نعم. إن أنا في بعمل مباحثات وقف إطلاق النار في غرب القناة مش شرق القناة. فالحقيقة فعلا أتمنى يعني لو أستاذ رضا ودكتور أحمد يعني يحدثونا هم كانوا شايفين حرب أكتوبر إزاي، هل استطاعوا تكوين صورة عنها في ذلك الوقت، يعني ولا الواحد ولا كلنا كان عندنا غياب معلومات يعني. لا يعني لو أنت بتتكلم على الصورة الشخصية للواحد، فهو الواحد كان في مرحلة سنية رغم أنها شديدة، يعني أنا كنت في أولى ابتدائي، إلا أني في حاجات كتيرة من الحرب ما زالت رصبة في وعي الواحد. أنا فاكر إن اليوم ده كان في أول أسبوع دراسي، وإحنا خلونا في الفصل كده ما خدناش أي حاجة في المدرسة، فما عرفناش في إيه، يعني دخلونا في فصل وما فيش مدرسين بيدخلوا. وبعد كده ما روحت عرفت من البيت إيه، إن الحرب قامت. وكانت وسيلة المتابعة بالنسبة لنا إحنا كأسرة هي الجرايد، كان حتى بيتنا كان لسه ما فيش في تلفزيون. فأنا فاكر والدي وكان يجيب الجرايد الثلاثة عليه رحمة الله، وبس ديت بقى كانت الأيام مرت، كنت فاكر صور الأسرى الإسرائيليين، فاكر المنظر دوت، فاكر بالتوازي بقى زي ما قلت المنظر بتاع المجندين أو الضباط هم جايين ياخدوا مستلزمات الوحدات بتاعهم، ده في مرحلة بعد الحرب يعني سنة بسنتين، مستلزمات الحرب ديت من يعني التعيين بتاعهم، العيش الأكل كانوا بيشتروا من نفس الأماكن اللي احنا بنشتري منها، فكان الالتحام كبير. فاكر برضو ان ممكن حتى الناس لو مشيت في الأحياء القديمة شوية أو أمام المباني القديمة هيلاقوا المداخل بتاعة العمارات قصادها طوب أو حوائط، دي لأن كانت الملاجئ قليلة، فنتيجة الغارات ورغبة النظام الحكم ساعتها أنه هو يجد مكان يحمي به الناس غير الملاجئ، فكانت بتتبني الساتر دوت قصاد مداخل العمارات بحيث الناس تستخبى جوه مداخل العمارات. وبرضو الواحد فاكر أن بيت أحد جيراننا الواحد خلى الكلام بيجيب بعض،
فكان الـ 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 الإزاز بتاع البيوت كان يدهن أزرق وكان يتحط عليه سوليتيب أو بلاستر كروس كده بحيث إن هو الطائرات اللي هي طائرات العدو اللي هي أسرع من الصوت ما تتسببش في كسر الإزاز. وأتذكر بقى الأثر الاجتماعي اللي أكتر من كده. أتذكر جارة لينا كان اسمها أبلة حسنية. أبلة حسنية ديت لم تتزوج، والسبب إن أخوها فقد عقله لأنه كان في مصنع أبو زعبل اللي قصفوا الصهاينة ونجا من القصف مع عدد قليل من اللي نجوا من المصنع ساعتها، لكن الأثر والصدمة النفسية لعملية القصف ظلت. فظل احنا بقى عارفين ان الراجل دوت البيت دوت بتاع أبلة حسنية، وهي ما اتجوزتش علشان ايه؟ بترعى اخوها دوت اللي تسبب ضحية أبو زعبل. أبو زعبل هذا اسم سجن برضه. فشوف حضرتك ديت ايه؟ دي طفل في اولى ابتدائي. يعني فقصدي ان الأثر بتاع الحرب وبتاع المواجهة كان واصل الى واحنا في القاهره. يعني احنا ما كناش وكان احنا سكني كان في النعام، فكان في مبنى اسمه المستعمره. فالمستعمره دوت ايه؟ دوت مكان سكن كده في مثلا مئات الشقق، لكن الشقق دي عباره عن ايه؟ عن اوضه وصاله، اوضه وصاله وعدد كبير جدا، واشبه منظره بعنابر السجون. يعني بمعنى ايه؟ ان هي البلكونة أو الطرقة الداخلية موحدة، وبيوت يمين وشمال، البيوت كلها شمال ويمين، وبتفتح على الإيه؟ على طرقة واسعة كده يعني. وكان إحنا كان زميل دراسة ليا كان يعني كان في نفس الفصل معايا، فلما كنت أروح أزوره فما كانش هو البيت عبارة عن أوضة وصالة. فدوت يعني الحرب والمواجهة كانت مسمعة عند كل أسرة وكل بيت. وأتذكر برضو حكاية الإيه؟ إن الحرص، يعني لما كنا نسمع عن حد إحنا كطلبة في المدرسة، حد ده ابن شهيد، أو إحنا كان ليها زميلة في الابتدائي والدها شهيد، فلسه متذكر اسمها لغاية دلوقتي رغم إن أنا ناسي أسماء كل الفصل، نجوى، أحمد، كامل، يوسف. كويس، فالواحد لسه متذكر. تحية من على الشاشة. نعم. تحية للشهيد أحمد كميسة. الشهيد أحمد. كويس، فالحاجات دي حاضرة في ذهن وفي وعي في الواحد. قصدي في جهة فكرة النصر والهزيمة، إمتى تقدمنا، إمتى حصلت. بس هم كانوا لسه أطفال يعني. يعني قصدي أقول الصورة دي ما كانتش واضحة حتى فيما بعد. لا، يمكن حد أكبر مثلاً من شوية. لا، هو أنا عندي متذكر حادثة واحدة خاصة بحرب 73، بس أنا عاوز قبل ما أقول الحادثة دي أنقل كلام مهم جدا لوزير الخارجية في هذا التوقيت محمود رياض. الراجل ده كان له خصوصية، طبعا أول عسكري في تاريخ الدبلوماسية المصرية يتقلد موقع وزيرا للخارجية محمود رياض. هو طبعا كان دفعة عبد الناصر، والاثنين كانوا بيدرسوا مع بعض في الكلية الحربية. فالراجل ده جمع بين الخلفية العسكرية والخبرة العسكرية وأيضا العمل الدبلوماسي. بيقول كلام مهم جدا في مذكراته، يقول لما حصلت حرب 73 كان المفروض المندوب الدائم لمصر في الأمم المتحدة يلقي بيان حول ما حدث. يعني في الأول كانت الرواية المصرية بتتكلم عن أن إسرائيل اعتدت علينا فإحنا بنرد الاعتداء. قال لكن إحنا حسينا بنوع من الزهو، وقلنا لا، إحنا عاوزين البيان يقول أن إحنا ضربنا إسرائيل عشان نحرر أرضنا، مش كرد للاعتداء عليها. ويقول لأول مرة أحس إن إحنا قاعدين في موضع المشكو منه وليس الشاكي. كل مرة في الأمم المتحدة إحنا قاعدين نشتكي، مرة بقى إحنا الناس بيشتكونا. فقال كنا في حالة زهو شديد، وقال حالة الترحاب التي قوبلنا بها في أروقة الأمم المتحدة من الوفود الأفريقية والوفود العربية وأمريكا اللاتينية وكل العالم المجهول. حالة يعني إيه؟ حالة زهو عام موجودة نتيجة أخوها. فيقول لكن بمرور الوقت بدأنا نشعر أنه حتى كمان اللهجة، البرقيات التي تأتينا من مصر فيها نوع من التراجع. إزاي أنتوا دلوقتي في الحالة اللي العالم كله عمال يعني يتحدث عن مصر وأن هي استطاعت أن هي تتجاوز خط برليف، مش عارف الحسن الذي مش عارف إيه، وإسرائيل التي لا تقهر، ثبت أنها بتقهر وأنه الجيش المصري قادر على أن هو يغير في المعادلة. يعني
يقول لما السادات قرر ان هو يستجيب لموضوع وقف اطلاق النار قال انا ما كنتش عارف، عرفت كده قدرا، كنت عند سكرتارية الرئيس ففهمت ان الرئيس هيطلع على في البرلمان يعلن يعني هذا الموضوع. قال لك ان الغريب جدا ان الرئيس كان حريص على ان هو يخفي هذا الكلام عن كل دوائر صنع القرار، هو فقط واحد اللي يعرف يعني هذا الموضوع وبقيت الناس اصلا مش عارفين. فقال ومع ذلك ذهبت اليه واخذت احرده ويعني وارجوه واتوسل له انه ما يعملش المساله دي، لانه دي هتعلي يعني السقف الاسرائيلي، يعني ما تخلينا قصدي احنا ليه واحنا في وضع ممكن صحيح ما احنا ما بقيناش زي الايام الاول اللي احنا احرزنا فيه نصر كاسح قبل ما الجسر الجوي يحصل والكلام ده، لكن في نفس الوقت مش في موقع الهزيمه عشان احنا نروج لفكره يعني وقف اطلاق النهار وان هي في مصلحتنا. قال لانه لكن السادات كانه لم يسمع مني شيء، طلع واللي هو مرتبه يعني بيقول لدرجه ان انا قعدت حديث نفسي كده اتشكك، هو هل الرجل ده فعلا هو يكتب كده في مذكراته، هل الرجل فعلا السادات يعمل لصالح القضيه المصريه؟ يا سلام بالفعل. كلام مهم جدا في الحقيقه، مدون من شخص ايه عنده الخلفيه العسكريه والخلفيه الدبلوماسيه. بيقول لو احنا بنحسبها من زاويه الدبلوماسيه فده تصرف خاطئ، لو بنحسبها من المنظور العسكري غلط. ايضا موقف خاطئ. فمن الذي اقنع هذا الرجل بانه ينحو هذا المنحى؟ لابد ان هو في شيء ما احنا مش عارفينه، مش موجود قصدي على الايه، مش مطروح على الطاوله. اجاب في الحقيقه عن السؤال اللي هو اللغز ده سفيرنا السابق في الولايات المتحده وايضا مندوبنا السابق في الامم المتحده السفير عبد الرؤوف الريدي. قال انا كنت اعتقد ان كل كلمه يتفوه بها السادات انما هي كلمه كيسنجر، بينما السادات هو الذي نطق بها. وايضا الريدي مذكراته منشوره على فكره يعني يقول يعني هذا الكلام. وبالتالي هذا النصر الذي تحقق عسكريا فرغ من مضمونه في شقه السياسي، قصدي اول بقى ما دخلنا في كلام بقى وقرارات الامم المتحده وتعالوا نشوف القرارات بتقول ايه، اول ما تسمع انت اسم الامم المتحده تعرف ان انت في مصيبه او انت في كارثه يعني قصدي موجوده. الحادثه الوحيده اللي انا اتذكرها في طفولتي، انا كان طبعا عمري 9 سنوات لما قامت حرب 73، موقف لا انساه ابدا. كنت استمع الى الاذاعه والاذاعه كانت تبث يا اما القران الكريم يا اما يعني بيانات عسكريه. فقدرا المذيعه كانت مستضيفه الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله، بعد تساله عده اسئله لكن جت في مرحله كده قالت له طيب ما هي الثغرات التي تراها في الجيش المصري تخشى ان يؤتى من قبلها؟ فشوف الراجل الفقيه قال لها يا بنتي في اوقات المعارك نحن نركز على نقاط القوه فقط، الان الناس على الجبهه لا مجال للحديث عن السلبيات اثناء يعني خوض المعارك. وهو بقى هو على الهوى يعني قصدي مش قاعد في قاعده خاصه مفيش كنترول. قال لها يا بنتي نصيحه مني ولكل الاعلاميين، يعني احنا الان في صوت واحد بس، صوت القتال والمعركه ضد العدو المغتصب لاراضينا. اي كلام عن ثغرات وسلبيات بعد ما المعركه تنتهي نقعد بقى نقيم الوضع. فهذه الحادثه الوحيده التي اتذكرها في طبعا انا لا ادري، طبعا انا مش متابع الدراما والسينما المصريه، لكن هل حرب اكتوبر خدت نصيبها في السينما المصريه؟ لا اعتقد، مع انه السينما المصريه الاكثر تاثيرا في العالم العربي، هي عملت مجموعه من الافلام الاجتماعيه حوالين الحرب، لكن بدراسه متانيه لتفاصيل الحرب والخطوات اللي اتعملت والنتائج الخطوات دي ما حدش فكر في الكلام ده خالص. هو كله بيتكلم عن قضيه اجتماعيه، ازاي الحرب اثرت عليها وازاي الانتصار في 67 وازاي الحرب في 73 حلت المشاكل الاجتماعيه دي، لكن من ناحيه عسكريه او حتى من ناحيه سياسيه
ما اعتقدش في اي حاجه قصه مذهله يعني هي سينمائيه طبعا قصه مذهله نعم. بس محتاجه امكانيات ومحتاجه صدق ومحتاجه معلومات وكلام حريه ومحتاجه اراده. وبعدين هي في تجارب سيئه يعني نور الشريف لما عمل الفيلم بتاع ناجي العالي بهدل. يعني قعد كذا بهدل. سنه اصلا لا يعرض عليه اعمال والفيلم نفسه توقف من العرض عوقب ايوه واتشتم كل الاعلام المصري كان بنغمه واحده ساعتها ناجي العالي. يعني الافلام اللي طلعت كلها طلعت قبل كامب ديفيد كويس وكانت يعني على عجلة وكانت عاطفية يعني كانت أفلام أقرب ويمكن ويمكن ما فيهاش فيلم له معنى غير رصاصة لا تزال في جيبي وهو المعنى ملخص في الايه في, الـ في, الـ في عبد الناصر وحش استاذ كويس لا كان لا في حته ثانيه احنا كان واحد الاصل يعني. ان المعركه لم تنتهي وان في اعداء في الداخل ده الايجابي كويس رصاصه لا تزال في جيبي يعني كويس فاللي بيقولها الرصاصه لا تزال في جيبي يعني الرصاصه ديت اللي فاضله هيستكمل بيها معركه محدش كمل بيها لغايه محدش كمل بيها المعركه لسه في جيبه لغايه دلوقتي. هو بالمناسبه حتى التاريخ لحرب اكتوبر لم يتم في الواقع المصري زي مثلا ما تم عند الاسرائيليين صحيح يعني الاسرائيليين بمجرد انتهاء المعركه عملوا لجنه تحقيق اجرانات وجولدا مائير استقالت لسه موجوده ولا لا يعني المثال الابرز على اللي بياكد كلام حضرتك الصوره بتاعت غرفه العمليات ما كانش فيها الشاذلي ما كانش فيها نعم. الشاذلي اللي هو رئيس هيئه الاركان صحيح. اللي هو كانت رحله تقليديه لكل اطفال المدارس الابتدائيه على الاقل في القاهره كويس ان هم يروحوا فيشوفوا غرفه العمليات فشايفين قاده اكتوبر كلهم من غير اهم شخصيه فيهم اللي هو سعد الدين الشاذلي نعم هو بالنسبه يعني يا ريت الموضوع هو بس اقتصر على ان ما فيش سرد تاريخي تزوير كمان. لا في تزوير صحيح في الصهاينه لانه هو الكيان الصهيوني معمول على النسق الغربي والاوروبي بالذات كل شيء يوثقونه وحتى عندهم قانون انه بعد 30 سنة او 50 سنة بتطلع الوثائق وربما يعني هذا واحد من اسباب تمكنهم بقائهم نعم. في اسباب كثيرة اخرى لكن انهم فيما بينهم في منظومتهم يتعاملون بدرجة معقولة من الاحترام لذواتهم لتاريخهم لرسالتهم لما يريدون أن يحققوه وطبعا للأسف هذا غير موجود ولا في مكان في العالم العربي مفقود العسكر أعتقد لو فقدوا الميزة دي عندنا تبقى مشكلة كبيرة جدا يعني السادات والجيش الثالث متحصر في نوفمبر جايب رئيس مجلس الشعب جايب رئيس الاركان اعتقد او قائد الجيش الثالث او وزير الدفاع ويقول له هل الجيش الثالث متحصر وزير الحربيه بالمناسبه صحيح اتغير بعد كده يقول له هل الجيش الثالث متحصر وكل العالم عارف يقول له لا يا فندم في مجلس الشعب مجلس الشعب يعني او على الهواء مباشره جابوا يكذب يعني جابوا يكذب لا ده هو عارف ده موجود على اليوتيوب موجود يعني. فالنموذج ده هو نموذج اللي يقدر العسكر يتعايش معاه خداع كامل للشعب دايما احساسه ان الخارج عدو وان احنا الاصح دائما والحقيقه النموذج ده ماشي مع المجتمع المصري يعني تعليم سيء ومفيش اعلام جيد فالعقل المصري مشوه بحيث انه بيقبل المعلومات الخطا اللي بتيجي على طول هو المسؤول يعني قارن حضرتك بين الموقف دوت وبين اللجان اللي بتحصل للمحاسبه في اي دوله من الدول بتخوض معركه ويحصل فيها اخفاق كويس ده مجرد ان هو جاب قائد خلاص. الجيش وساله على الهواء مباشره هل فعلا الجيش لا يا فندم كله تمام كله تمام اي مشكله في البلدان الديمقراطيه بنعمل لها تحقيق عندنا الان في بريطانيا عاملين تحقيق على تعامل الحكومه مع الكورونا وهل تعاملت بما يستحق سواء سلبا او ايجابا هي تجربه مر المجتمع مع انه الكورونا يعني خبط بالناس في كل العالم يعني لكن هم بيعتبروا انه لا الحكومه كان لازم ربما لازم نعرف الحكومه تعاملت صح ولا ما تعاملتش صح هو شعور المسؤول في البلدان العربيه وحسب مستوى المسؤولية بالحصانة من المساءلة والمحاسبة خليه يعمل اللي هو عاوزه ولا هو سائل حاجة زي كده دي جريمة واحد يجيب واحد يكذب في مجلس الشعب قدام الناس كلها نفوت حسب عليه تاريخيا يعني وأخلاقيا وقانونيا لكن هرجع تاني الواحد عشان المدني اللي كان في حرب أكتوبر يعني أنا بس الواحد فين المدني اللي فين المدني اللي في الشعب المصري هو صاحب الفكرة بتاعة إزالة الساتر الترابي بالمية المدني اللي في حرب اكتوبر هو اللي عمل الشفره بلهجه اهل النوبه بحيث لا يكتشفها العدو فمثل هذه المواجهات المصيريه في حياه الامم
لا تخوضها مؤسسات منفصلة عن عن شعوبها ولا يخوضها أجزاء من المجتمعات. لذلك أفضل مناخ للأعداء هو مناخ الانقسام اللي بيحتحرز السلطة الحالية في مصر إن هي ترسخه، اللي بدأته في المرحلة ديت بشعار إحنا شعب وإنتوا شعب. لما يبقى السلطة نفسها هي اللي بتمارس الانقسام والتقسيم عند شعبها فهي بتجهزه لأنه يخسر أي مواجهة. في نقطة مهمة جدا، السادات عشان يمهد للمرحلة التي ستلي الحرب في مجلس الشعب قال إيه؟ قال تصريح مهم جدا يعني، قال أنا اكتشفت بعد 10 أيام من الحرب أن أنا بحارب أمريكا مش بحارب إسرائيل، وكأنها معلومة. وأنا ما أقدرش أحارب يعني. أمريكا ما أقدرش أحارب أمريكا. هو الموضوع ده في الحقيقة مهد. ما هو اكتشف إزاي؟ ما بقى إيه فكرة الجسر الجوي بقى، وطبعا هو فتح خط اللي هو الخلفي مع كيسنجر يعني، والحوار ده داير يعني، والله أعلم مين اللي كان بيلهمه بتصريحات قصدي من هذا النوع. هو في الحقيقة هيئ النفسية المصرية بأنه فعلا احنا هنحارب أمريكا، احنا مش قد أمريكا، أمريكا دي أكبر دولة عظمى موجودة وعندها وعندها وعندها. يبقى الرجل ده عاقل جدا وخد أحسن قرار يعني، هذا الرجل. لكن حتى الناس اللي عاصروا هذه الفترة، من كتب منهم مذكرات وهم كثر الذين كتبوا يعني، لكن الغريب برضو أن أغلب الذين كتبوا لم يكونوا من العسكريين يعني، أو تقريبا أنا ما أعرفش عسكري كتب مذكراته عن حرب أكتوبر يعني، إلا النذر اليسير يعني وحاجات كده على الهامش. لكنه السادات رسخ لما بعد هذه المرحلة أنه خلاص كان عنده خط أنه يبقى في مسار التسوية، وبالتالي الرجل ده عنده فيجن يعني، قصدي ايه، السادات عنده خريطة واضحة، سواء الخريطة دي هو رسمها لنفسه او رسمها لا غيره، بس في الاخر كان عنده. طب هل كان في مؤشرات على ذلك بتاريخه قبل ان يصبح رئيسا، ام انه كان من المجاهيل وفجأة طلع علينا واحد لديه رؤية بان يمكن الصهاينة من مصر؟ كل الذين حكموا مصر منذ 52 حتى الآن كانوا من المجاهيل في الحقيقة. من المجاهيل، ليس لهم أي رؤية أيديولوجية. جميعهم. عبد الناصر لم يكن في الحقيقة من ضمن القادة المبرزين داخل المؤسسة العسكرية. ولذلك احتاج إلى محمد نجيب. نعم. ولذلك احتاجوا يجيبوا محمد نجيب عشان الثورة تنجح، يلاقوا في حد كده عليه القيمة موجود، فالناس قصدي تقتنع به يعني في الآخر يعني. ولفضوه بعد أن انتهى دوره خلص. فالعبد حتى السادات كان بينظر لي داخل الأروقة الناصريين يعني، أو بقايا العهد الناصري قبل ما هو يعمل بقى ينقلب عليهم ويعمل ثورة التصحيح، كانوا بيصفوه البكباشي صح. نعم ليه؟ البكباشي صح. بالظبط كده، كل حاجة كل حاجة صح. تمام وصح وكده. فواحد ما كانش ليه أي 30 لازمة السادات. وبعدين السادات لما جه برضو لما جه يختار قصدي واحد بمواصفات ايضا معين، لم يكن الابرز قصدي في المؤسسه العسكريه في هذا. حتى السيسي نفسه كان اخر واحد في المجلس العسكري، لكن الذي يدير المشهد في الحقيقه في الوضع الدولي والاقليمي يعني قصدي مؤخرا، هو في الحقيقه يعني عامل سكان كامل ل مصارين المؤسسة العسكرية. فعارف ان هو في اللحظات التحول الكبرى هو مين بالضبط. ولذلك احنا ما لقيناش مثلا مقاومة من المجلس العسكري لاختيار السيسي ان هو اللي يصعد للواجهة. فين بقى قيادات المجلس العسكري وهو احترام الرتبة هو كان اخر واحد فيهم، هو كان رقم 19 في المجلس العسكري، في 18 واحد قبله. ال 18 واحد دول ما شفناش حد ان هو حاول ان هو يحول دون المسألة، بدءا من المشير طنطاوي مرورا بالفريق سامي عنان بكل اللي تحته. سامي عنان ايوه، بس ايش تفسير الظاهرة يعني، ايه كيف تفسرها يعني؟ مش معقول انه في واحد قاعد في مكان في برج عاجي ويحرك المشهد بالريموت كنترول
يعني طبعا انا صعبه شويه. انا من الناس المؤمنين بنظريه المؤامره ايمان عميق. بالله طبعا ايمان عميق. بس هي نظريه المؤامره مش بالمعنى الاكاديمي. اه مش بالمعنى الاكاديمي. لا هو التامر موجود. لا مش بالنظريه. مش بمعنى الاكاديمي. عاوز اقول المؤامره موجوده في الحقيقه يعني على طول الخط. بس هو ما تفضلت به انت يعني هو مهم في اعتبار معين، وهو أن هؤلاء بسبب أنهم من المجاهيل، كانوا من المجاهيل وهم يشعرون بالضعف بذاتهم. بالضبط كده. هي يستقون بالخارج. يعني عبد الناصر راح رمى حاله في حضن الاتحاد السوفيتي، اجى السادات رمى حاله في حضن الأمريكان، واللي وراه فضل على نفس الخط، واللي موجود الآن رمى نفسه في حضن الإسرائيليين على المكشوف. يعني أقصد أن المنطق كان بيقول في هذه المرحلة أنه ممكن مثلا يتجاوز المشير طنطاوي ماشي، بس يجيب واحد زي العصار. الراجل ده كان ضابط العلاقة بين الجيش. هو مجرم أكثر من السيسان. لا ما أنا بتكلم. أنا سيبك من هو مجرم ولا مش مجرم، بتكلم على فكرة تجاوز كل القيادات اللي فوقيه. فكان ماشي اذا حتى معاه كنترول يسكت دول بالظبط. لا بس احتمال في حاله السيسي التمويل الاماراتي السعودي هو لعب دور في ذلك، ربما هم وقع كيفيه اختيار عليه. يعني كيفيه اختيار. انا قصدي اسرائيل لعب دور اكبر في الموضوع اكثر من الامارات والسعوديه. اسرائيل والسعوديه والامارات في نفس النادي. في نفس النادي بالضبط. نفس النادي يعني هم بينسخوا مع بعض. هو برضه بالنهايه يعني انا ربما في مساحه وسط فكره التامر موجود، لكن مساله كامل يعني مش ممكن اختلف معاها. لكن خليني اقول هو القيادات المرشحه لوراثه بلد مثل مصر مثلا لو احنا عديناهم هنلاقيهم مثلا 50 واحد مثلا يعني. صحيح. فليس صعبا انك تعمل دراسة لل50 واحد. يعني ليس صعبا انك تفتح علاقات مع هؤلاء الخمسين. وبتختبر عبر المواقف المختلفة مدى قدرة هؤلاء على التنازل. وهذا ليس جديدا. صحيح. انا اتذكر من ايام يعني محمد علي كان مجهول. محمد علي قبل 200 سنة لما حكم مصر كان مجرد قائد فرقة في الجيش العثماني اللي جات خدت مصر بعد الحملة الفرنسية. ومع ذلك تجد في مذكرات الفرنسيين وما نقله عنه المؤرخون بعد ذلك أن نابليون أوصى بضرورة أن فرنسا تجد لها صديقا في مصر بعد ما فشلت الحملة الفرنسية. طيب. وبالفعل نشأت علاقة بين القنصل الفرنسي بالأسكندرية مع هذا الضابط محمد علي، ثم تم تصعيده هو طبعا بذكائه الفطري ودهائه وقدرته على التلاعب في لحظات الفوضى. لكن هذا التقرير الذي كان عند القنصل الفرنسي رفعه إلى السفير الفرنسي في الأستانة سبستياني، فكان هناك إرادة دولية لتصعيد هذا الرجل. فإحنا بالذات يعني مثلا لما بنقرأ في كتب زي ثورة يوليو الأمريكية أو عبد الناصر ولعبة الأمم أو غيره، فأنت بتلاقي أنه في تركيز على عبد الناصر من قبل ثورة يوليو. صحيح. وحتى احد المسؤولين كان بيقول يعني عن عبد الناصر وكان مقدم ساعتها يقول له هذا هو رئيس مصر القادم. أيوه. وده شيء لا يصدق في ذلك الوقت. يعني انت لما تسمع مذكرات سعد الشاذلي او حتى جمال حماد هو بيقول لك انا لو عرفت ان عبد الناصر هو رئيس الضباط الاحرار ما كنتش هنضم له. أيوه. ده واحد زيه يعني. فكون انه بعد كده ياتي السادات من مجلس قياده الثوره اللي هم بقوا بقى 17 او 19، فالسكيل أو يعني دائرة البحث صارت أقل، خصوصا مع ذهاب الكبار بقى اللي هم زكريا محي الدين وخالد محي الدين وطبعا يوسف صديق راح زمان. فما بقاش غير هو وحسين الشافعي. أنا فاكر الأستاذ جلال كشك في مجلة أكتوبر كان له مقال وهو بيقول أن ثورة التصحيح اللي عملها السادات ثورة لا يمكن تفسيرها عقليا. يعني انت ازاي عندك وزير الداخليه ووزير الحربيه ويعني وبتاع الاتحاد الاشتراكي، يعني انت بتتكلم على شعراوي جمعه وعلي صبري الناس اللي كانت ماسكه البلد. فقال لي ان يد الامريكان كانت فوق ايديهم. ده تعبير جلال كشك عن الموضوع. وانا اتذكر في لما اختار الرئيس مرسي السيسي وازيح طنطاوي والامور تمت بسلاسه كانت مستغربه، والا فمرسي نفسه ما عرفش يزيح النائب العام. النائب العام ده لا يساوي شيئا أمام طنطاوي وعنان، يعني موازين القوة تقول إزاي الأمور دي تمت بسلاسة وهو ما عرفش يزيل النائب العام اللي هو ملوش لازمة أصلا يعني.